أهلا بكم. البداية مع العناوين. الدولار يحطم الأرقام القياسية والمنظومة تحطم مستقبل لبنان. الأسعار طيران والأمال بحل قريب للأزمة طارت بعد لقاء باريس. هكذا أدار رياض سليمي عملية تبييض الأموال العامة. بري يفاجئ الجميع بمشروع جلسة تشريعية، فماذا تغير؟ تذكير اليوم ليصل مر عن فرنجية، بينجو وكسرات وأرقام مميزة للوحات. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع وقناة otv.com.lb على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. طيران، حتى هذه الكلمة لم تعد تكفي لوصف الحالة التي وصل إليها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الليرة المنهارة على وقع انهيار سياسي واقتصادي ومالي وأخلاقي قبل أي شيء آخر لدى منظومة سياسية تكمل حياتها كالمعتاد، فيناكف بعضها بعضا ويتنافس أعضاؤها غير المؤهلين على الكراسي التي تتطلب في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى مرشحين استقلاليين وإصلاحيين وميثاقيين وغير مفروضين. فالمطلوب اليوم مرشحون استقلاليون بكل ما في الكلمة من معنى، حتى لا يأتي الرئيس المقبل منحازا لدولة أو محور من الشرق أو الغرب، أو قابلا بعودة وصايات قديمة أو استقدام أخرى جديدة من الشرق أو الغرب. المطلوب اليوم مرشحون إصلاحيون بالكامل، حتى لا يأتي الرئيس المقبل نتاج المنظومة وأداة طيعة في يد أركانها المعروفين. المطلوب اليوم مرشحون ميثاقيون ينبثقون من بيئتهم المسيحية ويعبرون عنها، لا أن يكونوا مدعومين من قلة مسيحية وغالبية من القوى السياسية التي تمثل الطوائف والمذاهب الأخرى. المطلوب اليوم مرشحون يصلون إلى بعبدة عبر طريق من اثنين، إما بالتفاهم الميثاقي بين المكونات السياسية أو بالانتخاب الذي يراعي الميثاق بين أكثر من مرشح. أما الفرض فكان مرفوضا أمس وهو مرفوض اليوم وسيبقى مرفوضا مهما طار الدولار وانهارت الليرة للضغط في هذا الاتجاه أو ذاك. البداية من وحي الانهيار المالي المستمر، فكيف أدار رياض سليمي عملية تبييض الأموال العامة المتهم باختلاسها من مصر في لبنان؟ نانسي صعب. 330 مليون دولار هو مجموع العمولات التي دفعت لمصر في لبنان في حساب مفتوح لديه حدده حاكم المركزي بحساب مقاصة، وذلك لقاء العمليات المالية بين مصر في لبنان والمصارف التجارية اللبنانية نتيجة بيع المركزي لسندات اليورو بوندز أو سندات الخزينة أو شهادات الإيداع المصدرة من مصر في لبنان. هذا المبلغ الذي تحول أموالا عامة لمجرد دخوله إلى حساب في مصر في لبنان حول إلى حساب شركة فوري المملوكة من رجا سليمي في مصرف HSBC في سويسرا، لتبدأ كل العملية الاحتيالية من هذه النقطة على مستويين، أول لبناني وثاني أوروبي. في المستوى الأول أعيد تحويل 248 مليون دولار من حساب فوري إلى حساب رجا سليمي في مصرف HSBC، ليعاد تحويل 207 مليون دولار من حساب هذا الأخير في سويسرا إلى حساباته في 5 مصارف في لبنان. هذه الأموال وصلت مجدداً إلى رياض سليمي عن طريق تشيكات مصرفية حررها رجا سليمي بأسماء مستفيدين قاموا بتجييرها إلى شقيقه الذي أودعها في حساباته في مصرف لبنان، وهي تمثل ثلثي العمولات التي حولت إلى حساب فوري. أما المستوى الثاني فإن مبالغ مالية من العمولات تقارب 123 مليون دولار تم تحويلها من حساب فوري في HSBC سويسرا إلى حسابات مصرفية لرياض سليمي مباشرة أو لشركات يملكها أو مقربين منه يملكون حقها الاقتصادي. تلقى حساب شركة وستلي كوميرشال بانامية في مصرف يوليوس بير وصاحب الحق الاقتصادي فيها رياض سليمي مبالغ مالية من حساب فوري،
ومن هذا الحساب تم تحويل مبالغ مالية لحساب شركة SE2SA لرياض سلامي المفتوح في مصرف OFG وحساب مريان الحويك في مصرف يوليوس بير، ومنه تباعا إلى حساب شركة رايز إنفست والحق الاقتصادي فيها للحويك. كما تم تحويل مبلغ مالي من حساب فوري إلى حساب رجا سلامي في HSBC ومنه إلى حساب شركة رياض سلامي SE2SA، ومن هذا الأخير على ما يبدو تم تحويل مبلغ مالي إلى حساب شركة ريد ستريت 10SA في مصرف UBS، وصاحب الحق الاقتصادي فيها ليس إلا رياض سلامي. مجموع الأموال التي تم تبييض 207 مليون دولار منها في لبنان وما يقارب 123 مليون دولار في أوروبا صبت في حسابات مصرفية في لوكسمبورغ، أبرزها لرياض سلامي، كما لشركتين يشكل الملف الفرنسي لسلامي امتدادا لهما، هما ستوكويل إنفست التي يملكها رياض سلامي وبيت أسا التي تديرها صديقة سلامي أنا كوزاكوفا. ومن هذه الحسابات استمرت عملية تبييض الأموال في شراء عقارات في كل من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا وبريطانيا. إنها لوحة بازل نجح رياض سلامي بوضع قطاعها على مدى 15 عاما منذ تأسيس فوري في العام 2001 وحتى فضها في العام 2016، لوحة احتاج فك لغزها أكثر من سنتين، واضعا رياض سلامي أمام أرجحية ادعاء أوروبي لا تؤثر المداخلات السياسية في مساره. وفي ظل الانهيار غير المسبوق متسع من الوقت لتشريع الضرورة، تقرير جورج عبود. بين جدلية تحول مجلس النواب فقط لهيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية وبين التأكيد على حق المجلس النيابي بالتشريع بظل الفراغ الرئاسي، أتت مفاجئة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب لاجتماع يوم الاثنين القادم، وذلك تمهيدا لعقد جلسة تشريعية. المفارقة أنه هيئة مكتب مجلس النواب عقدت اجتماعين ب 13 و20 من شهر شباط الماضي للتحضير لجلسة تشريعية، إلا أنه الخلافات السياسية بين الكتل النيابية حالت دون الدعوة وسط إصرار كتل على عدم المشاركة بجلسات تشريعية لحين الانتهاء من جلسات انتخاب الرئيس. فما الهدف من وراء المحاولة الجديدة؟ معلومات الأوتيفي بتشير بهذا السياق إلى أنه جزء من النواب الستة وأربعين يلي سبقوا أعلنوا أنهم ما بيشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، كما وأنهم ما بيعترفوا بأي من قوانينا ورح يمارسوا تجاهها أي حق بيمنحوا الدستور للطعن فيها، تراجعوا عن خطوة المقاطعة. فالبعض أقر بأنه هناك أمور طارئة تختص بحياة الناس يجب إقرارها. مصدر متابع أشار إلى أنه التواصل تم لهيدي الغاية مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يلي نقل بدوره الموضوع لبري، كما وأنه بعض النواب زاروا رئيس المجلس للتشاور بالأمور الحياتية الملحة، ومن هون أتت الدعوة. لكن ماذا عن جدول الأعمال؟ في حين ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تتولى هيئة المكتب تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس وتبليغه للنواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة ب 24 ساعة على الأقل، يؤكد النظام الداخلي أيضا على إحالة جميع القوانين المعجلة المكررة، ولكن ذلك لا يعني ضرورة مناقشتها أو إقرارها، فالموضوع مرتبط بالنصاب. معضلة أساسية تتجدد، هل سيشارك كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بجلسة التشريع؟ مصادر التيار أكدت أنه بين العام 2014 والعام 2016 شارك بإقرار 77 قانون، وقالت المصادر نعونا بجدول الأعمال وفرجونا أن صفة الضرورة مؤكدة. بالمقابل وفي حين سبق وشاركت القوات سابقا بجلسات تشريع الضرورة، قالت مصادرها للأوتيفي دستور واضح بظل الشغور، المجلس النيابي عنده وظيفة واحدة هي انتخاب الرئيس، ومن الباب الدستوري وليس السياسي لن نشارك بالجلسة. البينجو والكسرات والأرقام المميزة للسيارات، هذا هو الهم الأول لسليمان فرنجي بصوت الياس المر الذي أوجز ما دار بينه وبين رئيس تيار المردة عندما سلمه وزارة الداخلية في المرحلة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. Second day, new government. I called Sliman Frangieh and I told him I want to give you to present you the managers, the officers, and to leave the portfolio, the ministry. I stayed with Sliman in my office. I was preparing for him all the CDs of administration, everything, to brief him
So I told him, what do you want to know, what do you want to ask? Be careful, this ministry is very sensitive. Now we have a global security in the world, etc. He told me, I don't care, I want three questions. I said, yes, what? He said, how we make the permits for bingo and gambling. I said, I don't know, because I gave this authority to the Ministry of Finance 2 years ago or 3 years ago, and I don't want this kind of authorization in my ministry. He said, okay, second, how we give the permission for the carrier of rocks, to take out rocks, sand, etc., when you sell these things to the buildings. I said, I don't know. I give this authority 3 years ago to the Ministry of Environment. He said, okay. Third question, how we give the number for cars, the nice number, three plates, etc., three numbers, etc. I said, you can ask the manager. واليوم أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المشاركة في الخلوة النيابية الروحية التي دعت إليها بكركي. الخلوة الروحية الدينية اللي دعيت عليها بكركي للنواب المسيحيين، لكل النواب المسيحيين، طبعا برأينا بأيام الألام دعوة بمحلها تماما. كثير منيح أنه شملت كل النواب المسيحيين، صراحة يا ريت كان فيها تشمل أكثر منهم كمان، بس أنه هاي الطقوس الدينية بلبنان هي هيك، وراح تكون خلوة غنية من الناحية الروحية، وراح تكون بمحلها بالأيام اللي عم نقطع فيهم. فنحن كتكتل طبعا نواب التكتل رايحين كلهم سوا على هالخلوة، آملين من الله أنه يستجيب لصلوات غبطة البطريرك والسيد المطارني وكل الكهنة وكل الكنيسة بلبنان، والله يلهم الجميع على ما فيه الخير. اسم رئاسي رابع قد يكون الحل في أسرار اليوم. تجزم مرجعية سياسية أساسية أن الحل الرئاسي لن يكون إلا عبر اسم رابع غير فرنجي ومعوض وقائد الجيش. بعد الضرر السياسي الذي سببه له بري ثم نصر الله بترشيحه، تلقى ترشيح فرنجي أمس ضربة جديدة من خلال ما كشف سركيس نعوم عن زيارة قام فيها لدمشق بموكب أمن رسمي سوري. لا تعول أوساط بكركي على نتائج سياسية مهمة ليوم الصلاة الخاص بالنواب المسيحيين. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الصعوبات لن تثنينا عن المضي في العمل لإنقاذ وطننا، ودعا الجميع إلى مؤازرته في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض. ميقاتي خلال رعايته في السرايا اليوم حفل إطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي الذي دعا إليه وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمي، كشف أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره اليوم جدد دعمه للبنان وطلبه بالإسراع في إقرار الخطوة والإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي. صباح اليوم جمع مع وفد من صندوق النقد الدولي الذي جدد دعمه لبنان وأمله في أن يسرع في إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان الأفضل وخطوات إضافية من الدعم من المجتمع من دول المجتمع الدولي. وتبعا لذلك فإن التمويل والتصميم والتشييد والتجهيز والإشغال والصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد الذي نحن بصدد الإعلان عنه مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص بتكلفة أولية
122 مليون دولار أمريكي فريش من الخارج وليس من لبنان، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولاراً واحداً، وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي اللات، علماً بأن مدة إنجاز هذا المشروع 4 سنوات، تنتقل بعدها ملكية المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني، وهذا بحد ذاته مكسباً وطني بقيمة تزيد عن المبلغ المسبوق. هذا فضل على أن شركة DIA International الإيرلندية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية ستقوم بتشغيل مبنى المسافرين الجديد، وذلك ضمن رؤيتنا القائمة على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة كضمان لزيادة إنتاجيتها، على المصار إلى افتتاح هذا المبنى في الربع الأول من العام 2027. أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وجود تغيير وحس بالمسؤولية بشكل متزايد، وأن الوزارة تقوم بدورها ولا تقوم بعرضات، لكنه أشار في المقابل إلى أن 50% من السوق غير مضبوط بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جوا من الضياع، إضافة إلى ليرة منهارة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يصدر القضاء الأحكام ويطبقها. يبدو أنه صار في عجز كامل عن لجم سعر صرف الدولار، ونحن أخذنا هذا القرار من أسبوعين لأنه كنا شايفين الأمور رايحة بهالاتجاه، وكنا شايفين أنه العملة اللبنانية صارت عم تستهلك وتستخدم لأرباح غير مشروعة ولا تضليل الناس. يعني أنا اليوم لما 90% من منتجاتي مستوردة أو المواد الأولية المصنعة بلبنان مستوردة وكلها حقها بالدولار، ليش بدي أحط لها قناع الليرة اللبنانية اللي صارت بالأرض اليوم للأسف وما بقى معروف شو هامشها؟ نحن حطينا تسعيرة الدولار لأنه مراقبتها أسهل، مراقبة المواطن لها أسهل، وهيدا سعرها الحقيقي. ووسط كل الأزمات المتفاقمة على المستويات كافة، بقعة ضوء لفت إليها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مشيرا إلى احتمال أن تنجز اللجنة الفرعية نقاشها حول الصندوق السيادي للنفط والغاز خلال أسبوعين. هذا الكلام يأتي بعد الاجتماع الذي استمعت فيه اللجنة الفرعية إلى الخبير النرويجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية عن تجارب عدد من الدول فيما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي. كنعان شدد على أهمية أن يترافق إنشاء الصندوق مع تنفيذ الإصلاح المطلوبة والحوكمة بما يؤمن خروج لبنان من وضعه الحالي. كانت جلسة كتير مهمة، أخذنا فكرة نحن والزملاء النواب كاملة حول كل المسائل وكل الأسئلة اللي كان عندنا إياها، العائدات الضريبية، العائدات بشكل عام اللي بتجي من استخراج النفط، كيف بتتوزع، بتروح على الصندوق السيادي، المحافظ من ادخار واستثمار وتنمية، العلاقة مع وزنة الدولة كيف بيندار بأنظمة بالعالم، مين مسؤول عنه. طبعا بتملكه الدولة اللبنانية لكن في استقلالية يجب أن تكون كاملة بإدارته، سياسة تضع الحكومات والمجالس النيابية لكن الإدارة يجب أن تبقى إدارة مستقلة تماما. هذا العرض يلي أخذ أكثر من ساعتين بعتقد جاوب على كل الأسئلة يلي كانت عندهم إياها النواب، ونحن بحاجة مش لأكثر من جلسة أو جلستين برأيي أنا إن شاء الله لإنهاء هذا البحث ورفع التقرير إلى لجنة المال، ومنه لأن احنا لجنة فرعية كنا عم ندرسه، اليوم اجتمعنا كلجنة مال لنستمع للخبير، نرفعه للجنة المال ومنها إلى الهيئة العامة. بعتقد هذا بيكون خبر جيد، ما رح استبق الأمور لكن على قليل بهذا النفق المظلم منكون ضوينا يمكن أكثر من شمعة، لأنه هذا الأمر إذا عرفنا فصلناه عن مشاكلنا اليومية والاقتصادية وعن مشاكلنا بالمالية العامة وإدارتها السيئة يلي كانت موجودة واللي لا تزال تحتاج إلى إصلاح فعلي وجدي، ولكن بذات الوقت أعطينا قسم منه يعني ما لا يتجاوز 3 أو 4% أو 5% على مدى كم سنة بالأول من العائدات وليس من الأصول الفعلية والمبدئية والحقيقية للنفط يلي ممكن نستخرجه من البحر اللبناني.
ومن المديرية العامة للأمن العام أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن تضحيات المديرية هي محط إعجاب وتقدير واحترام من قبل الوزارة والسلطات السياسية، مؤكدا كذلك دعمه لها ولمديرها. المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيساري دعا من جهته إلى عدم التهافت على مراكز الأمن العام للحصول على جوازات السفر، كما أكد أن المديرية تتابع ملف النازحين السوريين منذ العام 2017 وتقوم بتسيير رحلات العودة إلى بلادهم، وهو تواصل العمل على الملف على أمل الوصول إلى حلول سريعة. جاي أقول لكم أنه تضحيتكم وخدمتكم هي محط إعجاب وتقدير واحترام من قبل وزارة الداخلية أولا ومن قبل كل السلطات السياسية ثانيا. نحن منعرف أنه وجودكم هو لخدمة المواطنين، تضحيتكم هي لتأمين أمورهم الحياتية، الباسبور، يلي كل شيء بيتعلق بخدمات المطار، كل شيء بيتعلق بالخدمات الحدودية، كل شيء بيتعلق بمراقبة الجمعيات والاجتماعات وكل الأمور السياسية يلي هي بتهز أمن البلد أو بتحمي أمن البلد. من هون هيدا الجهد هو محط تقدير كبير، تقدير كبير عنا. الملف يلي أثاره المدير العام المتعلق بالنازحين السوريين نحن بنعرف أنه رح يتكمل، ورح يتكمل مثل ما كان وأحسن من ما كان. مديرية الأمن العام هي المديرية الأمن والإدارة، لذلك بدي شدد وأكد أنه عملكم بالأمن ما بيقل عن اهتمامكم بالعمل الإداري لتكون مؤسسة الأمن العام مؤسسة أمنية سياسية اجتماعية بامتياز، وما يتغلب فيها الشق السياسي أو الشق اللي بيتعلق بجهة سياسية معينة أو بشخص سياسي معين أو بموضوع شخصي على موضوع سياسة البلد، أمن البلد السياسي مثل أمن البلد الاقتصادي والاجتماعي. وفي تاريخ اليوم 20 آذار 1996 يوم بطولي في تاريخ مقاومة الاحتلال. ب20 آذار 1996 وبسياق عمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، نفذت المقاومة عملية استشهادية عند مثلث العديسة رب 30، مع الإشارة إلى أن العمليات المذكورة كانت من الأسلحة الفعالة اللي استخدمت مرات عدة، حيث كان إلى عدا الأهداف العسكرية المباشرة أخرى ضربت معنويات جيش الاحتلال. فاصل أول ونعود بعدها. والآن إلى أخبار الرياضة مع إلي نصر. أحرزت العداء البولونية بولينا كازانيسكا من قوات اليونيفيل العاملة بجنوب لبنان لقب سبق السيدات للعام 2023، كما أحرز اللبناني عماد جزيني من قوى الأمن الداخلي لقب رجال بالسباق اللي نظمته جمعية بيروت ماراثون لمسافة 10 كيلومتر تحت شعار طريقك قرارك انطلاقا ووصولا من وإلى جادة الملك سلمان بن عبد العزيز بواجهة بيروت البحرية، وهو تزامن مع سباق افتراضي أقيم بسبع مدن عربية هي دبي، القاهرة، الرياض، جدة، الخبر، باريس والدوحة. أقيم السباق بأجواء حماسية وواكبوا ممثل قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، العميد شوك بهادور داكال، ورافقوا 233 عداء وعداءة من اليونيفيل، والأمين العام للجنة الأولمبية نائب رئيس جمعية بيروت ماراثون العميد المتقاعد حسان رستم، رئيس الإدارة المركزية بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورئيس الفرق الرياضية العميد حسين خشفي، سفير جمعية بيروت ماراثون بأمريكا توماس أبراهام، والمستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين. وتمكنت البولونية كازانيسكا من تعزيز رقم السباق المسجل باسم العداءة اللبنانية الأولمبية شيرين نجيم بالعام 2021
يلي كان 35 دقيقة و24 وسجلت 34 دقيقة و17 قدام البريطانية بريوني ستين من نادي بلوستار 37 دقيقة و46 واللبنانية جوان مكاري من لاتسران 37 دقيقة و58. بسبق رجال عدد المشاركين كان حوالي 700 عداء. ربح اللبناني عماد جزيني من الأمن الداخلي ب 32 دقيقة و37 قدام الكندي راشم بغداد من نادي لاتسران 32 دقيقة فاصلة 38 واللبناني شربل سجعان من نادي انتر لبنان 32 دقيقة و42. بالختام أقيمت مراسم تتويج الفائزات والفائزين حيث وزعت دروع تقديرية وبقيت ورد كما حصلت كل مشاركة ومشارك على ميدالية السباق. نظم نادي فيليكس ريسينج اند تورينج سباق سوبر سبيد الاول لسنه 2023 بمنطقه كوسبا بمشاركه 30 سائق وسائقه تقسموا على 9 فئات. كان طول الطريق 2 كيلومتر تقريبا بحضور جمهور كبير من هواه الرياضه الميكانيكيه. بالنتائج بفئه السيدات ربحت جيجي على جولف بتوقيت دقيقه 45 80 قدام ريتا على جولف دقيقتين 13 97. بفئه الدفع الخلفي للهواه ربح جارو ساروفيان على بي ام دبليو بتوقيت دقيقه 31 88 قدام وجيه كرم على بي ام دبليو وافو على بي ام دبليو. بفئه الدفع الخلفي للمحترفين ربح جوستان باروكي على بي ام دبليو بتوقيت دقيقه 29 98 قدام بول خواند على بي ام والاعون على بي ام. بفئه الدفع الثنائي للمحترفين ربح جورج خزاقه على سيات ابيزا بدقيقه 39 71. بفئه الدفع الامامي للهواه ربح اليوس فير على رونو كليو بتوقيت دقيقه 45 11 قدام كينج على هوندا سيفيك والي مزهر على كيا. بفئه الدفع الامامي للمحترفين ربح إلي حرب على أوبل كورسا بتوقيت دقيقة 44-51. وبفئة الدفع الرباعي جروب أن ربح فادي الدمشقي على ميتسوبيشي إيفو 8 بدقيقة 32-19. وبفئة الدفع الرباعي للهواة ربح باسل نصر على ميتسوبيشي إيفو 8 بتوقيت دقيقة 30-34 قدام شارلين أولى على سوبارو إمبريزا وإلي سلوم على سوبارو إمبريزا. أخيرا بفئة الدفع الرباعي للمحترفين ربح إيهاب الدمشقي على جولف 2 بتوقيت دقيقة 30-88 قدام جوزيف عيد على ميتسوبيشي ايفو 8. والآن إلى الأحوال الجوية مع بولين. مساء الخير. طقس متقلب نسبياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبيستمر للأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. جونا لبكرة غائم جزئياً إلى قليل الغيوم ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ بعقار عم بتسجل 18 درجة، طرابلس 17، العاصمة بيروت 18 وصور أيضاً 18. ننتقل لبعلبك اللي عم بتسجل 14 درجة، اللقلوق 10، زحلة 13 وجزين أيضاً 13 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً بتوصل لل 65%. الرياح السطحية غربية بتتراوح سرعتها بين 8 و 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر متوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف سوا تفاصيل الأيام اللي جاية. للثلاثة جونا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لتسجل أقصاها ساحلاً 18 درجة. للأربعة جونا غائم جزئياً مع ارتفاع أيضاً بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل 19 درجة أقصاها. لنهار الخميس والجمعة جونا بعود قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتسجل ساحلاً 21 درجة لنهار الخميس و23 درجة لنهار الجمعة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك. شكرا للمتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.